ورثائي في المستشفى لهذا السبب. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع روان وريان اللي تفاعلوا بمجموعة من الستوريات على الإنستغرام في صالون الشعر، وكانوا عم يغيروا إطلالتهم. نمر إلى لينا أبو الشعر اللي تفاعلت كمان بستوري على صفحتها بالإنستغرام، وكشفت إنه هي راح تتفاعل أكثر مع متابعيها في جروب الإنستغرام. أما قمر طائفة بعد ما نزلت ستوري من المستشفى، نشرت قمر ستوري آخر علقت عليه إنه والدتها راح تجري اليوم عملية، وطلبت من متابعيها وكل جمهورها اللي بيحبوها يدعوا مع والدتها، ونتمنى الشفاء العاجل لوالدة قمر الطائي. أترككم على ستوريات ورأيكم بخصوص هذا الخبر. هاي جايز كيفكم؟ احكيكم عن ملخص اللي صاير. انا طلعت عندي تصوير اعلان، راح اصوره اخلص راح يكون وقت وصل راح نطلع مع بعض، يعني نوصل نفس المول احنا. بعدين راح نروح نحضر فيلم نلعب ونعمل اشياء نغير عن نفسي شوي. بس في مشكله واحده انه انا معبر، يعني بمشي مثل ثانك يو، عم بمشي مثل رجلين في السرير، يعني انا احكي الدخل.